مساكم الله بالخير. واحد مشاهير ليومين يهاجم الجهات الحكومية بحجة انه يطالبها انه تطلع الاعلان او يلومها على انه هو متهم بقضية اعلان من دون ترخيص او قضية غسل اموال سببها التحصل على اموال بطريقة غير مشروعة. الطريقة غير مشروعة اللي هي الاعلان من دون ترخيص. فكلنا ندري ان الجهات هذه ما وجهت لأي اتهام وحتى ما خالفته أو غرمته ولا لها علاقة فيه، فهو بالتالي ما يعني هذه الجهات، هو يصب غضبه يعني من باب الحكي للشجارة، يقصد فيه الجهات اللي وجهت له الاتهام اللي هي النيابة العامة. فأول شيء بقول لكم هو ليش ساكت كل هالفترة والحين تكلم. هو كان ساكت لعدة شهور لأن بينه وبين أحد المتهمين الرئيسيين بقضية النائب البنغالي، واحد من المتنفذين الكبار، بينه وبين مشهور هذا تعاملات مالية كبيرة، فكان يظن أنه راح يجيبونه وراح يكون مشتبه ويسين وجيم. ولما طلع تقرير اتهام قبل يومين وانتقلت القضية من نيابة إلى المحكمة ولم يتم استدعاء هذا المشهور، هني ارتاح وبدأ بالهجوم، لكن هاجم الجهة الخطأ. محاولة الضغط على النيابة أو القضاء هي استفزاز مو من صالح المشاهير كلهم. الطريقة هذه والأسلوب هذا ما يصب في صالحهم. يبقى أن القاضي بشر وقناعته ينبني عليها الحكم، فبناء على قناعة القاضي يرى أن هذا متهم أو قناعته يشوف أن التهمة يعني غير صحيح، يشوف ان التهمة غير صحيحة ويحكم عليه بالبراءة. فقناعة القاضي يعني يترتب عليها الحكم. فالضغط على القضاء بهذا الشكل واظهار التهمة بانها سخيفة من قبل بعض المشاهير، ان والله احنا ما علينا شيء لا تحاتون ترى طالعين منها، هذا استفزاز واستخفاف بالقضاء، والنيابة ترى قضاء، جزء من القضاء. فاستخفاف البعض بالقضاء بهذا الشكل مو من صالحهم. فبالتالي لما يتم توجيه لك تهمة فالأمر جدي، يعني ما يبينك تغشمر معاك ولا يبينك لسبب سخيف أو تافه، يبينك تواجه تهمة جادة قد تؤدي إلى صدور أحكام قضائية، يمكن تكون حبس، مصادرة أموال، أيا كان اللي ارتكبته. فبالتالي المسألة مو غشمرة تقول لا يا حبيبي أنا طالع منها، لا، لازم تحترم القضاء وتقول أنا رايح أخضع للقضاء واحترم القضاء وعندي دفاع راح أحطه بالمحكمة. يحق لك تطعن بالحكم، يحق لك تطعن بالتهمة، يحق لك ترفضها، لكن بالمحكمة، مو بوسائل التواصل الاجتماعي بسناب وغيره تقعد تستخف وتقول لا تهمة تافهة وإحنا ما علينا شيء. مو أنت اللي تحدد عليك شيء ولا ما عليك شيء، اللي يحدد هذا الشيء القضاء، وإحنا كلنا نحترم أحكام القضاء، إحنا كلنا نحترم أحكام القضاء. وترى استفزاز القضاء واستفزاز النيابة مو في صالحكم أبدا. والاستفزاز اللي قام فيه هذا الشخص قبل للناس هو سبب هيجان الشارع ومطالبة الشارع للقضاء أو للدولة بأن تحاسب هذيل، أو على الأقل تسألهم ويلكم هالفلوس اللي كان جزء كبير منها دعاية، يعني أشياء ما يملكونها. فاستفزاز الناس بهالطريقة هو اللي أدى أنكم أنت، يعني هذا الشخص بالذات تحديدا هو اللي عم على المشاهير وخلى الناس تتساءل، هو وفي كم واحدة يمكن مثله، لكن في مشاهير ترى ما لهم علاقة بالموضوع، ما استفزوا الناس، ما استعرضوا يعني ممتلكاتهم الثمينة، ما استعرضوا حياتهم، حياة البذخ والإسراف، ما استعرضوا شيء أبدا. ممكن سووا إعلانات، ممكن عاشوا، لكن هذا وامثاله هم اللي استخفوا أو استفزوا الناس، والحين قاعدين يستفزون القضاء، وهذا ترى مو من صالح المشاهير. هذا يخلي القضاء يتشدد في معاقبتهم. القضاء بالنهاية بشر وعنده قانون، والقانون يخضع لتقدير القاضي. لا يعم عليكم المشاهير، أقول لكم مسكوا هذا وأمثاله
واحدة ثانية بعد نفس الشيء، ترى بيعمون عليكم، ترى اللي ما له ذنب يمكن يروح جريرة هذيل اللي قاعدين يستخفون بالقضاء وقاعدين يستفزون النيابة والقضاة ويستفزون الشارع. هذا ترى مو مصالحكم، المجتمع سخط عليكم بسبب تصرفات فردية قام بها البعض، في تصرفات لا مسؤولة، في تصرفات لا تموت للمجتمع بصلة، في تصرفات مستفزة قاعد تصدر من البعض، هذه ترى عمت عليكم أو خلتكم تواجهون هالتهم. أنا أقولها ترى من باب النصح، وأنا ظهرت في أحيان كثيرة كنت أهدي الشارع مقابل الاستفزاز اللي صدر من بعض المشاهير، كنت أقول يا جماعة ترى يواجهون تهم حقيقية، ترى ما عليكم قاعد يستخفون بالقضاء، ترى القضاء ما يلعب، ترى ما في أحد وراهم، والقضاء ما عنده أحد عنده ظهر ولا أحد مسنود. كل كلامي كان محاولة لتهدئة الشارع أمام استفزاز بعض المشاهير للشارع، واليوم انتقل الاستفزاز من الشارع إلى مواجهة القضاء واستفزاز القضاء، يعني إظهار التهم بأنها يعني غير جادة بحجة أن ما في جهة تقبل أن ترخص لنا. عندك حجة قدمها للقضاء، لا تطرحها هني وتطلع القضاء أن تهمة سخيفة وأن ما عنده تهمة جادة وأنه قاعد يتصيد عليك أو قاعد يوجه لك تهمة يعني ما لها وجود. فأرد أكرر وأقول أني ظهرت في مرات عديدة أحاول أهدي الشارع أمام استفزازاتكم، اليوم استفزازات بعض المشاهير وصلت للقضاء وقد أعذر من أنذر.